هايدي، مروان، محمد ونسيم. وصلت لحظة الحسم. جمهور كبير اجا ليشجعكم بالمسرح، اجا كرمالكم ليقلكم انتو بتستاهلوا الربح في قدو بالملايين برات الأكاديمية. عم بيتواصل معكم عبر السوشيال ميديا، عبر لكم عن حبه ورح يبقى يشجعكم طول العمر. أربعتكم تستاهلوا هالمحبة، ولو إنه واحد منكم رح ينال اللقب الليلة. طالب رح يرجع على بيته حامل اللقب، لكن الأربعة منكم رح يحملوا لحظات النجاح يلي عشتوها بالأكاديمية كل العمر، ورح تبقوا مدى الحياة طلاب الموسم الـ11 من ستار أكاديمي. الحلم ما رح يخلص هون، الليلة صفحة جديدة عم تفتحوها بحياتكم، والكل على أعصابه ناطر يعرف مين من بين هايدي، مروان، محمد ونسيم رح ينال لقب ستار أكاديمي. بعد لحظات رح نعرف النتيجة، لكن اتأكدوا إنه بكرة بحياتكم مش مثل اليوم، بكرة موعد جديد مع صفحة جديدة بالحياة. هايدي من مصر، مروان من لبنان، محمد من مصر، نسيم من تونس. الليلة استحقاق أخير بانتظارهم، وهو الاستحقاق الأكبر، لقب ستار أكاديمي وجائزة $100,000 تقدمة تويوتا إيجيبت. أما المفاجأة الثانية فهي أغنية سينجل للرابح الأول والثاني، تقدمة الشركة المنتجة On The Mall Shine Middle East. مين نال النسبة الأعلى من التصويت؟ النتيجة صارت قريبة. بهالأثناء بدي أطلب من رئيسة الأكاديمية كلوديا مارشاليان تتوجه لعندي على وسط المسرح لتسليم التروفي للرابح معنا الليلة. الكل على أعصابه، والكل بانتظار النتيجة النهائية يلي رح تظهر بعد شوي على الشاشة. الفائز بلقب ستار أكاديمي لهالموسم هو أو هي، معنا صبية بين الثلاث شباب الليلة. Good luck لإلكن، أربعتكن تستاهلوا اللقب. ما عليه نسيم، ما تطلع فيه، نحن بالفينال، أنا بحرقصكن ببرايم عادي، بقى كيف بالفينال؟ نسيم، محمد عباس، مروان، هايدي، أربعتكن ربحانين بمجرد وصولكن لهون، بس واحد منكن رح يحمل لقب الرابح لستار أكاديمي الموسم الـ11. لمين صوت الجمهور من أسبوع الماضي لحديد اليوم؟ لمين أعطى صوته؟ لمين قال الجمهور إنه هو أو هي تستاهل لقب ستار أكاديمي للموسم الـ11؟ مروان بلاش يصرخ. ومحمد عباس رايي. هايدي ضحكتها الدايمة. ونسيم عم يسألوني من وين بدهم يشتروا العالم بسكوي نسيم للرجيم. النشيجة رح تظهر على الشاشة مشاهدينا بعد 4 أشهر، ومن بعد شغل كتير وتعب وأعصاب وسهر. مين رح يرجع على بيته حامل جائزة الموسم الـ11؟
إذا نحن بانتظار النتيجة. الجمهور هون عنا كمان. رح تطلع النتيجة. إذا منقول مبروك. مشاهدينا من لبنان هو الفايز بالموسم 11 من ستار اكاديمي وراح تسلموا التروفي وتشيك من تويوتا ايجيبت. الشكر الاكبر بيبقى لكم مشاهدينا على وفائكم الدايم لستار اكاديمي. راح نشتركن اكيد، راح نبقى على تواصل معكم اكيد عبر مواقع التواصل الاجتماعي. موسم خلص وموسم جديد راح تنطلق التحضيرات له. كل موسم وانتو بألف خير. I love you all. We're gonna miss you all. Bye bye.